رامونا بدك تشوفي مهيرة صح؟ أكيد بتكون بغرفة كريتيكا. يلا روحي كرمال تشوفيها. إيه ماشي، ما دورت عليها هنيك، رح روح دور. هلأ برجع رح روح شوفها. يا ريت لو شارلين هلأ بتروح وبتحكي مع شوبان وبتفهمه بشي طريقة وتقدر تقله شو عم يصير. مو معقول شو هاليوم البشع هاد؟ إذا ما حدا قدر يوصل لشوبام قبل لعب الكريكت التافه وبريتا، وقتها أكيد رح تنكشف الحقيقة، وهو رح ينبسط كتير وقت يكشف الحقيقة. رح تجيه الفرصة كرمال يصفي حسابه معي. يا ريت يا ريت لو إني ما ضربته لشوبام بهداك اليوم. لا، شوبام ما رح يسامحك اليوم يا بريتفي. اليوم أنت خسرت اللعبة. مرحبا راكي. أنا آسفة كتير كريتيكا، سمعت بيلي صار وزعلت عليكي كتير. بس يا خالتي أنتي ليش زعلانة؟ يعني لسه ما حدا أثبت أي شي لحد هلأ، لهيك إذا بتريدي لا تحكي أي شي مو منيح. لا بنتي، يعني ماني عم أحكي شي مو منيح. أنا عن جد متضايقة عليكي، متضايقة لأنه الشاب يلي كنتي رح تتزوجي من قبل تركك بنص العرس، وبعد ما تزوجتي عرفتي إنه هو كان متزوج من قبل. رامونا بترجاكي لا تحكي هيك لو سمحتي. أنت ليش عم تحكي هيك كلام قاسي مع البنت؟ رامونا أنت عندك بنت بعمرها تماماً، ومع هيك عم تحكي معها بهي الطريقة اللي مو حلوة. ما عم بفهم شو بدك، وبعدين أنت عم تواسيها ولا عم تحطي على الجرح ملح؟ أنت شو صاير لك؟ ليش لحط لها ملح على الجرح؟ الحقيقة ما رح تتغير إذا بضل ساكتة، مو هيك؟ أنا بس حكيت الحقيقة. مو شايفة الطريقة اللي عم تحكي فيها معها؟ شوفي حالك انتي كيف عم تحكي معي. قليلي انتي بكامل وعي؟ صح انا رفيقتك، بس هالشي ما بيعني اني رح اسمع لك شو ما حكيتي ووافقك الرأي بكل شي. معاملتك مع الخدم احسن من معاملتك معي. لانه الخدم اللي عنا بيتصرفوا بكل احترام وما بيقللوا ادب بالمرة. لهون وبس راكي. على كل حال انا اجيت لهون لحتى اشوف ماهيرة. شيرلين وين ماهيرة؟ ما عم لاقيها. خالتي أنا صار لي مدة منيحة ما شفتها. هي حجة ممتازة، بقدر استغل هي الحركة مشان أطلع من هون، ورح أقدر ساعد بريدفي. خالتي رامونا معها موبايل، فيني اتصل مع شوبان من موبايلها، وهيك رح أقدر ساعد بريدفي. وين معقول تكون؟ خالتي قلت لك ما بعرف. مو مشكلة، رح دور لوحدي. بس تذكري منيح، إذا هلأ ما لقيتها لماهيرة رح أضطر جيب الشرطة عبيت الأوترا.